بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أبنائي طلاب الصف السادس الابتدائي في ابتدائية تبوك النموذجية الأهلية، معا نستكمل سلسلة تسجيلات مراجعات مقرر لغتي للصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول نصوص الاستماع. درسنا في الفصل الدراسي الأول نصي استماع. النص الأول كان تحت عنوان سيدة نساء أهل الجنة. النص تستطيع الاستماع إليه من خلال قراءة البراكود الموجود أمامك أو الموجود عندك في كتابك عن طريق الجوال. اقرأ البراكود سوف يعطيك نص الاستماع. تستمع إلى النص جيدا بتمعن وتركيز، ولا بد أيها الأبناء أثناء استماع أي نص أن يكون معك قلم وورقة وتسجل وتدون بعض المعلومات التي قد ترى أنها مهمة أو أنك قد تحتاج إليها في المستقبل للإجابة عن أسئلة بعينها. نص الاستماع هذا كان عبارة عن نص عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. آداب الاستماع أن تصغي جيداً، لا تتحرك كثير، تجنب كثرة الحركة حتى لا تشتت انتباهك وذهنك. انظر أو استمع جيدا إلى المتكلم، استمع إليه جيد باهتمام وبتركيز، وسجل كما قلت لك الملاحظات أو الأشياء التي تعتقد أنها مهمة وأنك قد تحتاج إليها. هذا النص سيدة نساء أهل الجنة، بعد أن نستمع إليه من خلال التسجيل تأتيك مجموعة من الأسئلة. هذا النص عبارة عن قصة أم سيرة أم مقابلة؟ طبعا سيرة، يعني بيحكي حياة شخص معين. العنوان المناسب لي وفاة الرسول أم أم أبيها؟ العنوان كان النص بيتكلم عن السيدة فاطمة، فكيف لي أن أسميه وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب أن أسميها على اسم الشخص الذي يتحدث عنه النص، فأكتب ما اختيار أمي أبيها. طيب بعدين ممكن يجي برضو صح وخطأ، أضع علامة صح على يمين العبارة، فاطمة رابعة بنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتضح من خلال استماعك للنص، كانت الرابعة من خامسة. هي فاطمة أمها كانت السيدة عائشة أم السيدة خديجة؟ بالطبع كانت السيدة خديجة، إذن هذه خطأ. أنجبت فاطمة لعلي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، صحيح تزوجت من سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه، وأنجبت له الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. أيضا من خلال استماعك للنص تقوم بتعبئة هذه الخريطة. أمها كانت خديجة بنت خويلد، كنيتها أم أبيها زوجها علي بن أبي طالب، عدد أبناء أربعة، لقبوها الزهراء، وفاتها كانت سنة كذا، موجود في نص الاستماع الذي تستمع إليه. أي الصفات؟ أيضا سوف يتضح لك ذلك من خلال استماعك للنص. ربما النص اللي تستمع إليه ما يكون هو النص اللي معانا الآن، ربما يكون نص غيره وتأتي عليه أسئلة، فلذلك مهم جدا استماعك إلى النص بشكل جيد. كان النص الثاني أيضا في الوحدة الثانية اللي هو كان نص في مكتبتي، نص في مكتبتي، وهذا النص أيضا استمعت إليه عن طريق فتاة اللي هي اسمها رزان أعتقد، وكانت هذه موجودة في الصف السادس، والمعلمة كانت تسأل أسئلة، فكلما كانت تسأل أسئلة في درس التعبير أو القراءة كانت المعلمة كلما سألت سؤال تجاوب هذه الفتاة إجابات نموذجية ومرتبة وجميلة. من أين جاءت بالمعلومات هذه كلها؟ من أين جاءت بالمعلومات؟ جاءت من قراءتها ليش؟ للكتب بالطبع، منها كانت بتقرأ كثيرا، فعندما كانت تقرأ كثيرا كانت تتعلم معلومات جديدة كثيرة جدا، فساعدها ذلك على الإجابة على أسئلة مين؟ المعلمة. كانت درس عن أهمية القراءة وفوائد الكتاب؟ نعم كانت درس عن أهمية القراءة وفوائد الكتاب. لم يحظى كل ما قالته رزان باستحسان المعلمة؟ لا طبعا، كلما سألت المعلمة سؤال أجابت رزان فكانت إجابتها تحظى باستحسان المعلمة.
نشتري الكتب مما توفره الطالبة من مصروفاتها. بالطبع صحيح، تستطيع أنك توفر من مصروفك بعض النقود لتشتري به كتبا جديدة فتقرأها فتفيدك في المعلومات وفي الثقافة. من خلال قراءتك لهذا النص سوف تستطيع أيضا الإجابة على الأفكار التي كانت تأتي بها الرزان أو المعلمة. طلبة الأفكار تكون مرتبة، الجمل تكون واضحة، المناقشة تكون محددة، كل هذا يتضح معك من خلال استماعك للنص. إذن مهارات الاستماع والإنصات الجيد مهمة جدا. في فرق بين السمع والسماع والاستماع والإنصات والتدبر، كل واحدة من هذول مهمة جدا أنك تطبقها أثناء نص الاستماع حتى تستطيع الإجابة على أسئلة نص الاستماع. يعني مهم جدا أنك تستمع كويس إلى ما يقرأه المعلم حتى تستطيع الإجابة على الأسئلة التي سوف تأتي على نص الاستماع. بهذا القدر أشكركم أبناء الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.